اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم. لباس؟ الحمد لله يا ربي. اتمنى روحك. انا ابراهيم هلالي من ولايه مدنين، معتمديه بنجردان، مواطن بالخارج، بالضبط في باريس، 14 سنه لبرا. مشيت حالق كما ايها الناس، عملت 4 سنين، روحت بوريقاتي، نخدم في الترانسبور، شوفير سيمي، شوفير بوالور. الحمد لله يا ربي مستوره. ما نقولوش خير من هنا، من الخير يعلم بها ربي، فهمت؟ ما هكا هي ربي اختار وكهو. معناها انت مشيت من الحارقين؟ انا مشيت من الحارقين على اليونان وعلى تركيا، حارقه كان نبقى 10 سوايع نحكي لك الحرقه اللي عانيتها ما تكملش. نرجعوا للماضي وتحكي لي؟ نرجعوا نورمال، نرجعوا لتاريخ ريتي. احكي لي مالك. نرجعوا لتاريخ ريتي جوان 2010 بالضبط. 22 جوان 2010 خرجت من بنجردان. مشيت لليبيا من مطار طرابلس. مشيت لتركيا ومن تركيا خليت باسبوري في تركيا ودخلت اليونان عبر الحدود وعبر الجبال وعبر الوديان. دخلت لليونان بقيت 4 شهور نعيش في جردة، فهمت؟ دارنا لا فيريتي ما عندهمش لو مويان ان باش يحولوا لي 3 ميلورو ولا 4 ميلورو باش نجم نتعدى غادي، فهم دي كونتاكت بتاع الحرقه، بورق مضروبه في طياره في يخت في حكايات. بقيت في اليونان، صنعت روحي بشويه بشويه، عملت باسبور مضروب، خرجت به، دخلت ديريكتومون لفرنسا طول من اليونان لفرنسا ديريكت. هذايا في 2010 بالضبط، اوت 2010 دخلت فرنسا. الثوره قبل الثوره بسبع شهور، 6 شهور هكاك، فهمت؟ فهمت؟ تجربتك كيفاش بدات في فرنسا؟ تجربتي بدات كايوه الناس، وصلت مرمت، وصلت باريس زيرو يورو في جيبي بياسه نتاع دي يورو. فوالا نعرف شكون لا فامي دي باناني دي 3 جور، فهمت؟ ولا وجدت على خدمه في ليبوك هذاك، كانت الخدمه موجوده، ظروف العمل احسن من توا شويه. الخدمه خدمت ليفرا في بيتزاريا، ومن بعد نخدم بيتزاريا نصنع البيتزا، فهمت؟ هو يقول لك اذا شخص باش يمشي يحرق للاوروب وما عندوش دبلوم راهو معناها باش يخدم في المخدرات والا باش يخدم في الحرام. هي انا ريتي ما ننصح حتى انسان ما عنده حتى ميتيه، صفر اليدين، فارغ اليدين، ما عندوش حتى ميتيه في يديها، انه معناتها يحرق لفرنسا ولاوروبا كامله. اوروبا عندك ميتيه بروفيسيونيل باغ اكزومبل، سوا كوافير ولا بلومبيي ولا نابورت كال ميتيه، تكون فيه سودير نابورت، تكون بروفيسيونيل فريمون معناتها، فهمت؟ تنجم تخدم غادي من غير اوراق وبكوارات مضروبه واي حد تخدم وتصنع روحك وما تعمل حتى لحد، لان الغربه اختي غادي لا تعمل لا على اخوك لا على خالك لا على نسيبك لا على فامي، كلها ربي عالم بظروفها، وتسكن في ديار ضيقه سيرتو في الليفيل الكبار كيما باري مارسي ليون هكا، فهمت؟ حتى باش يديبانيك يديبانيك اون سيمان دو سيمان با بليس. انت باش تمشي غادي ما عندك حتى ميتيه، لا مودغ دو شوز انك تحب لك 6 7 شهور باش تحفظ ميتيه. 6 7 شهور لازمك لوجمون، لازمك سكنه، لازمك شارج يومي، شكون باش يعطيك؟ كانك انت عندك الفضل راك ما خرجتش من هنا، فهمت؟ 90% من الحراقه يوصلوا اوروبا زيرو يورو. انا ننصح شكون مثلا ريتي سكر راسه يحب يحرق، انا ما ننصحش به الحرقه على البحر لان والله ما تستاهل. ورا زختي انا عشت 14 سنه وشفتها والحمد لله يا ربي منك ذبش باش ما يبداش يحكوا نو ونو. اراهي صعيبه، اراهي المعيشه غادي اراهي صعيبه وكاسحه، مي كي تكون انسان خدام وعارف قلبك وما تكش الشانس في بلادك اعمل ميتيي بروفيسيونيل واقصد ربي ونعطيك سوليسيون. البحر ما ننصحش به. تعتبر روحك محظوظ وعندك الزهر باش معناها مشات معاك الحرقه واليوم حققت النجاح هذا في حياتك؟ شوف محظوظ الحمد لله، لا فيريتي سا مونتير، معناتها ريتي الله ورضيت الوالدين. هي راه فهمت ديما كي الوالده تعطيك دعوه خيره تلقاها مفتوحه قدامك، وحاول انك ريتا حتى غادي حل الباب تلقى حراق كيف وكيف وتسلكه، تلقى انسان ملزوم تعاونه حتى بكلمه الخير معناها، فهمت؟ ديما ربي يحل لك البيبان. نكذب على روحي، انا كي مشيت غادي تحلت في وجه البيبان، مش راني لقيتها فلوس مطيشه وترجنيه نو، مي هذاك اللي تمرمطت شويه مي سافا كومام، فهمت؟ صنعت وحدي بروحي بون، عملت وريقاتي في 2014 روحت لدارنا، رجعت عدت البرمي نتاع السيميه هنا وخذيت خذيت الميتيه اللي نحب عليها معناها، فهمت؟ الميتيه اللي حاجتي بها اخذيتها معناتها، فهمت؟ بورتون انا مشيت صفر اليدين، معناها ما عندي حتى ميتيه، ما عندي شكون تخدم تاجر في تونس نبيع ونشري في السلعه كيما العباد الكل. مشيت لفرنسا من غير ميتيه، كي وصلت لقيت روحي غلط اكبر غلطه. كيفاش انا؟ لان ريتي الاغلبيه العباد اللي تحرق
ما عندوش حتى فكرة انك يوصل شنو هو باش يعمل. اياك وصلت وبعد خلطت اليوم للشارع ولا بحذا شكون دي باناك وبعد وبعد يا ابخي لازم تكون عندك ميتيه فهمتها. ثم نقطة مهمة من ضمن النقاط في اتفاقية المنظات بين الاتحاد الأوروبي وتونس اللي هي ترحيل التوانسة المهاجرين الغير نظاميين في أوروبا باش يتم ترحيلهم لتونس، شنو رأيك فيها أنت؟ أنا كونتر كونتر الترحيل لا فيريتي، لأن رتي هو ديما تقعد الحرقة شوا بيرسونيل، فهمتني؟ شوا بيرسونيل، اختار الطريق هيك وربي عالم انك كيفاش وصل ديجا. لان ريت قد ما نحكي لك كي تبدا في قلب البحر في 900 متر ماء وانت على شقف، معناها كي وصلت راك تولدت من جديد باش تعمل غادي ريت من جديد. يمكن انت بديت تخدم، بديت تفصي في حياتك، مخك تعدل على سيستم جديد، عندك الميتيه نتاعك، عندك كل يوم بروجرام حياتك، عندك سكنتك، عندك دارك، يمكن عندك الكوبين نتاعك، يمكن عندك مرتك، يمكن عندك حياتك، عندك دارك انستاليه بازي، كيفاش ترحلوا؟ انا شكون ترحيل مثال ديلانكون هما مثلا نقولوا لي يعملوا في البروبليم، يخدم مخدرات، ماشي جاي على الحبس، الاصلح به يروح به، لانك يروح به يمكن ربي يهديه هنا ويرجعوا، لان هنا ريتي ولا القانون صارم أكثر ما غادي. فيش صارم أكثر ما غادي القانون هنا؟ غادي ينظر للحالة الاجتماعية كما برشا سرقات وبرشا بيع مخدرات، يعطيك فيها حكم مثلا نقولوا السورسي ولا يسيبك أول مرة وخامس مرة وعشر مرة، يتعاطف معك للحالة الاجتماعية متاعك، ينظر للحالة الفقر والمزيرة واللي أنت جان وما تخدمش وحتى غادي فما بطالة وكل شيء. بينما في تونس ما ينظروا لكش، في تونس طبق غير القانون غلط تخلص لا فيريتي، فهمت؟ الناس اللي قاعده تغلط كل يوم غادي وماشي جاي على الحبوسات ولا تبع لك في سيركوي بتاع المخدرات، الاصلح انا كيروحوا بهم شو با كونتر لا فيريتي شو با كونتر. هي حتى فرنسا اول حاجه حكيت فيها الوزير الاول نتاعهم حكى اللي باش نروحوا بهم من الوالا هما اللي ديلا لكم، هذوما الناس اللي تعمل في دي بروبليم اللي معناها عندها برشا كيتات، عندها برشا كيت معناها كيت معناها لازم تغادر التراب الفرنسي. هما شكون الاغلبيه العباد اللي يبدو بهم العباد اللي ماشيه جايه على الحبس. انا شفت العباد اللي تخدم غادي حتى 15 سنه من غير اوراق، انسان حياته منظم ويخدم في خدمته ترونكيل، جامي كلموه، جامي 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 لا فيريتي معناتها، فهمتني؟ والقانون هذايا ما نعرفش كيف صارت فيه الاتفاقيه انه يشمل، اسكو يشمل الناس الكل ولا يشمل الا الناس اللي اصحاب صوابق ولا غادي يتبعوا في موضوع السرقات ولا موضوع المخدرات. هذا شو با كونتر ان باش معناها يروح بهم، لان سيد لاغجون صال حتى كي بيربح حاجه بالسرقه ولا المخدرات معناها ريتي صار يعني فلوس حرام، لان ريتي في الاخر راهي ما يدوم كان الحلال. فوالا باش نخلي لك كلمه الختام مسيو، شنو تنصح الشباب اليوم؟ لا فيريتي ريتي ننصح الشباب شويه صبر، بلادنا ما زالت باهيه، ما زال فيها الخير، قاعدة تتصلح. الناس الكل تتشكى من مستوى المعيشي أنه غالي، مستوى المعيشي راهو ما تنظرولوش كان في تونس برك، مستوى المعيشي لو تعرف الحقيقة سيرتو من بريود الكورونا وتعالجي سواء في الاتحاد الأوروبي ولا في أمريكا ولا في العالم أجمع ولا تخيبل فوا تروا، معناها مش كان في تونس، في تونس أنا خليت حاجة أربع سنين خمس سنين التالي ب 10 دينارات، توا تلقاها ب 30 ب 40 دينار، معناها ماهيش اكستراوردينير، راهي حقيقة على العالم أجمع، العالم الكل يعاني من كريز مونديال، فهمت؟ صحيح كاسحة بلادنا شوية، مي والله والله ما زال فيها الخير، اللي يحب يخدم يخدم، ونعطيك حاجة يسمعوا فيها يمكن العباد تعيش للبرة، النيفو والريتم اللي نخدموا به غادي، إذا كان جيد خدمنا به في بلادنا، راهو إحنا لاباس علينا وبلادنا لاباس عليها، لا شوف يدينا فهمت؟ معناتها راهو غادي ما تلعبش، راك تخدم تخدم 8 9 سوايا سيرفيس سيرفيس برا، مش زينا هنا هنا تك تك ضريبه ويمشي يركش سوا في بيرو ولا بارتو، هنا يخدموا دبه دبه، حتى بلادنا دبه دبه هي تحب روحك طاير طير في الخدمه، وبلادنا مازال فيها الخير ان شاء الله. شكرا هاي عايش. شكرا.